مبقاش بزاف ديال الوقت ويلعب منتخب المغرب مع ليبيريا وبوركينا فاسو. في نفس الوقت تقريبا غادي يلعب منتخب اسبانيا مع جورجيا وقبرص. في هذا الوقت بالضبط متتابعي الكرة العالمية ماشي غير المغربية فقط غادي يكون عندهم موعد وترقب القرار لاعب برشلونة لامين يامال. فيا ترى اش من منتخب غادي يختار لامين يامال؟ واش غادي يختار منتخب بلد الاب ديالو اللي هو المغرب، او غادي يختار البلد اللي ترعرع فيه وعطاه داكشي اللي ما لقاهش الاب ديال لامين يامال وخلاه يهاجر واللي هو اسبانيا، او غادي يصدم كلشي وغادي يختار بلد الام ديالو واللي هي غينيا الاستوائيه. البلبله نايضه على لامين يامال، والبلد اللي غادي يختار شاغل كلشي. الصحافه الاسبانيه دايره خدمتها، والصحافه ديال المغرب حتى هي كتجر جهه بلادها، خصوصا من وراء الاداء الرائع ديالو ضد فريق فياريال الاسباني. ولكن خرجت واحد الصوره اللي كتجمع لامين يامال مع مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، وايضا صوره قديمه شيئا ما مع رئيس الجامعه المغربيه فوزي القجع. مع هاد البلبله اللي نايضه دابا على لامين يامال بيت ليها نضت على لعاب في مدة سابقة اللي سميتو منير الحدادي واللي كان اختار اسبانيا بدون تردد، وملي عاودوا سولوه قالوا ليه واش الا تعطاتك الفرصة غادي تعاود تختار اسبانيا؟ قال ليهم غادي نعاود نختار اسبانيا بدون تردد. ولكن ملي تراجع الاداء ديالو ما بقاش كيتنادى عليه المنتخب اسبانيا، قرر يغير الجنسية ديالو ويختار المغرب بحكم انه ما لعبش 3 مقابلات رسمية مع منتخب اسبانيا. ولكن علاش نايضة هاد البلبالة على لامين يامال؟ لامين يامال بانت الموهبة ديالو في سن صغير واللي هي 3 سنوات. في ديك الساعة عرف المؤطرين ديالو انهم امام موهبة كروية ممكن تنسيهم في ميسي. لامين يامال وقع عليه مشكل من بعد واللي هو فراق الابوين ديالو، هادشي اللي غادي يخليه يعيش مع الام ديالو. هنا ممكن نمشيو لواحد الجهة اخرى ونقولوا ان لامين يامال ممكن وكان الامكانيه ديال انه يختار غينيا الاستوائيه، راه ماشي مستبعد ابدا، خصوصا انه تربى مع الام ديالو، ممكن الام ديالو تدفعه ويختار هذا المنتخب. مهم ملي وصل لامين يامال 7 سنوات بدا في مدرسه البارسا لاماسيا، هذه المدرسه اللي خرجت نجوم كبار بحال ميسي انيستا كزافي. قبل كاع ما يبان لامين يامال كانت كتدور واحد الاخبار في الصحافه انه كاين واحد اللاعب صغير كيشبه ميسي، والدليل انه في عمر 14 سنه فقط لعب لعده فئات سنيه المنتخبات الاسبانيه، لعب الفئه قل من 17 وقل من 19 عام وقل من 21 سنه، وهادو كاملين وهو عنده غير 14 عام فقط. ولكن غادي تقول لي دابا ان لامين يامال راه يلعب في المنتخبات السنيه ديال اسبانيا، يعني ما يمكنش ليه يلعب لمنتخب اخر من غير اسبانيا. هنا غادي نقول لك بان واخا اللاعب يلعب المنتخبات السنيه اللي كتكون قل من 17 ولا قل من 21 سنه، بحال مثلا الوضعيه ديال لامين يامال اللي يلعب مع المنتخبات السنيه ديال اسبانيا، راه واخا هكاك ممكن يلعب مع المغرب. وتقريبا نفس السيناريو كان ديجا وقع الحكيم زياش واللي لعب مع المنتخبات السنيه ديال هولندا، واللي مازال ما تفرجش في الفيديو ديال حكيم زياش راه غادي نخليه في اول كومونتير. لامين يامال كيبان باقي محتار في المنتخب اللي غادي يختار، ممكن يختار اسبانيا بسبب انه كبر تما ترعرع تما ولعب للمنتخبات السنيه ديالهم، وممكن ايضا يختار المغرب بسبب الاب ديالو واللي كيعاونو في اتخاذ القرارات الاحترافيه ديالو، زائد انه تلاقى مع وليد الركراكي. هاد وليد الركراكي اللي معروف انه كيعرف يقنع اللعابه بالافكار ديالو وممكن يقنعو باللعب للمنتخب المغربي، زائد الزلزول اللي ممكن يقنعو باش يمثل المنتخب المغربي، بلا ما نساو الدور ديال الام ديالو اللي ممكن يكون عندها يد في اختيار غينيا الاستوائيه. لامين يامال براسو غادي يكون محتار وما عارف شنو غادي يختار، ولكن هذا الفيديو ممكن يقربنا شيئا ما بالمنتخب اللي غادي يختار. هنا غادي سالي هذا الفيديو وما تنساش دير ابوني وشي لايك للفيديو وتقول لنا الراي ديالك في لامين يامال، واش مزيان المنتخب وغادي ينفع المنتخب المغربي؟ تخلوها.